خليني دلوقتي أخدكم كمان عن جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هبدأ معاكم من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي اللي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة وغير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطارية القادم من الكابلات. نروح معاكم شوارع الجيزة علشان نستعرض هناك الحالة المرورية، وشارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ولو لسه مكملين معاكم في شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية، في كمان كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع اللي بيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، في كثافات بتظهر على محور صفة اللبن المتجه من دائري وصولا إلى شارع السودان، وفي كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات كمان بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لرايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من 6 أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. نروح معاكم كده كمان لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظات. أما الطرق الخارجية طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. مكملين جولتنا معاكم ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد ده طريق أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك هتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. من جولتنا المرورية هناخدكم لجولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة كمان نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، ده مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في العلمين 32 درجة. هنتابع مع حضركم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.